السلام عليكم، طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، والتي نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى 7 شهداء و150 جريحا في الناصرية واحتجاجات في بغداد والمحافظات. في العربي الجديد، العراق استقالة محافظ ذي قار بعد تظاهرات دامية في الناصرية. في الزمان، نفي عراقي لوجود تنسيق استخباري في الضربة الأمريكية للميليشيات. صحيفة الشرق الأوسط تقول بايدن معلقا على الضربات الأمريكية: إيران لن تفلت من العقاب. في البيان الإماراتية السعودية، استنتاجات التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي غير صحيحة. القدس العربي قالت تونس بوادر انفراج لأزمة التعديل الوزاري بين سعيد والمشيشي. أخيرا، في الاتحاد الإماراتية، البرلمان الليبي يتأهب لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة. شنت الولايات المتحدة الأمريكية في الليلة قبل الماضية عدة غارات جوية على مواقع لميليشيات عراقية موالية لإيران قرب قاعدة الإمام علي في ريف مدينة البوكمال السورية. صحيفة القدس العربي تقول في افتتاحيتها إنه يمكن اعتبار الحدث تطورا جديدا في الصراع الأمريكي الإيراني، لكونه جاء بقرار من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن التي بدأت بتحريك ملف المفاوضات مع طهران فيما يخص ملفها النووي. القصف العسكري الأمريكي الذي وصف بالمحدود استخدم فيه طن ونصف الطن من المتفجرات هو جواب إدارة بايدن على المقطع العسكري من سؤال إيراني للإدارة الأمريكية الجديدة يمكن صياغته بالطريقة التالية: إذا قصفناكم أيها الأمريكيون في مدينة حلفائكم الأكراد فماذا ستفعلون؟ أرسلت واشنطن عدة إشارات تتعلق بسياستها الخارجية ضمن عدة ملفات مرتبطة بشكل أو بآخر بالملف الإيراني، ومنها سياستها نحو الحرب الجارية في اليمن عبر وقف أسلحتها إلى حلفائها في الرياض وأبوظبي. أرسلت طهران في المقابل رسائل عديدة أغلبها من طبيعة قتالية، فبمجرد إعلان واشنطن وقف تسليح التحالف العربي في اليمن بدأ أنصار الله أو الحوثيون بالتقدم نحو مدينة مأرب وبتجديد قصفهم لمدن ومناطق أخرى مثل تعز، كما حصل تطور نوعي آخر تمثل بإطلاق ميليشيات عراقية محسوبة على إيران مسيرات مفخخة هاجمت قصر اليمامة الذي يحتوي على الديوان الملكي السعودي في الرياض، فيما تابعت ميليشياتها التمركز على الحدود العراقية السورية. رغم أنه يريد أن يظهر كرد على هجوم أولياء الدم في أربيل، لكن وقائع عديدة تشير إلى أن الهجوم سيؤثر في سياق الديناميات المتحركة المتعلقة بالملف الإيراني والمنطقة عموما. الصحيفة ترى أن دولا وجهات عديدة بما فيها أمريكا تقوم بإعادة حساباتها فيما يخص طريقة التعامل فيما بينها بعد هذا الهجوم. فالإدارة الديمقراطية التي تريد أن تظهر تمايزها عن سياسات سلفها الجمهوري دونالد ترامب، والتي أدت الكوارث أو إلى كوارث عديدة في منطقة الشرق الأوسط، تريد أن تقول إن لها أنيابا حديدية قادرة على استخدامها في المفاوضات. طرحت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تساؤلات بشأن الضربة الجوية التي وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للميليشيات في سوريا، وما إذا كانت رسالة لإيران أم أنها ستؤثر على المحاولات الدبلوماسية معها للعودة إلى الاتفاقية النووية، فضلا عن مدى القوة التي تحملها تلك الرسالة. وترى المجلة أن بايدن يريد من الإيرانيين الابتعاد عما يمنع الجلوس إلى الطاولة.
المجلة ترى أن بايدن يسير على خطى دونالد ترامب الذي أمر بضرب أهداف في سوريا بعد 77 يوماً له في البيت الأبيض، إلا أن بايدن أمر بالضربة العسكرية بعد شهر. وما يجمع بين تحركي الرئيسين هو أنهما ليسا فعل حرب ولكن رسالة. وفي حالة بايدن هي محاولة لوضع حدود ما هو مقبول من الجماعات الوكيلة عن إيران وما يمنع التصعيد. ونقلت المجلة عن ولي نصر أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة جونز هوبكنز قوله إن الغارات الجوية ستغير بالتأكيد من حسابات إيران عندما تعود إلى اتفاقية العمل المشتركة الشاملة. وتشير المجلة إلى أنه بالنسبة لطهران وواشنطن تهم الاتفاقية النووية أكثر من العمليات الانتقامية في العراق وسوريا، وتريد إيران رفع العقوبات عنها، وتريد الولايات المتحدة فرض قيود على برامج إيرانية نووية. وبمعنى آخر قد تساعد الغارات على الدبلوماسية كما يقول نصر. سيفكر الإيرانيون عندما يعتقدون أن أمريكا قلقة من سلوكهم المشاكس ويدفعهم نحو طاولة المفاوضات أسرع. وتريد أمريكا منع إيران من عمل أشياء قد تعقد عملية العودة للمفاوضات من خلال الرد بشكل حاسم ومبكر. الصحيفة تقول إنه مع أن الأيام باكرة لعهد بايدن إلا أن ضربته في سوريا لا تدعو على الثقة. فعلى الرغم من أن إدارة بايدن تريد إظهار التصميم والقوة، لكن لو أنها كانت قوية فليست بحاجة لهذه الإشارات، وهذا يعني أنهم يشعرون بالضغط لعمل هذا. منذ احتلال العراق وحتى الآن لا تنفك الأحداث تثبت وهن نظرية العداء الحقيقي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حتى في أكثر المراحل تصعيدا بينهما في الأشهر الخمس عشرة الأخيرة. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن كل من راهن على ضربة عسكرية تتبناها واشنطن تجاه طهران خسر الرهان في الجولة الأولى. لا ينبغي لمن يرصد الأحداث ويحلل سياقات المراحل أن ينخدع بما يجري من قصف متتابع لمواقع أمريكية في العراق، خاصة سفارة المنطقة الخضراء. فحتى اليوم لم تصب تلك الضربات الأهداف المزعومة، ولم تلحق بالأمريكيين ما من شأنه أن يوازي الظاهرة الصوتية الإيرانية عالية الصراخ. وحتى هجوم أربيل الأخير الذي أعلن التحالف الدولي ومن خلفه واشنطن أنه أدى إلى مقتل مقاول مدني وجرح عسكريين أمريكيين لا يمكن أن يكون انعطافة قوية أو ملحوظة في معادلة التنافس المتفق عليه بين شريكين من فكا يتبادلان المصالح باطنا في ثوب عداء افتراضي معلن. وفي خضم هذه الأحداث خرجت تصريحات ثلاثية الأبعاد بأن حلف شمال الأطلسي قرر زيادة عدد قواته في العراق لأنه يروم توسيع مهمته هناك، ثم قوبل هذا القرار بتأييد أمريكي فوري في إطار عمل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن قبل أن تنطق حكومة بغداد وهي تبدو راضخة تحاول ترقيع تهميشها في هذا الشأن قائلة إن قرار الحلف جاء وفق مطالب رسمية منها، وهو مما لا يصدقه أكثر الناس جهلا في رصد الأحداث وقراءة المشهد. الكاتب يضيف أن العجيب هو أن قرار الناتو كله معلل تحت عنوان مواجهة تنظيم داعش الذي من المفترض أن يكون قد هزم منذ منتصف 2017، بينما تبقى ميليشيات إيران التي تعبث بواقع العراق وتتبجح دوما باستهداف قواعد ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية محصنة عن الاتهام وبعيدة عن الذكر حينما يتعلق الأمر بتحشيد عسكري أو زيادة مهمة دولية. سيكون البابا فرانسيس زائرا غريبا ومقهورا بل ومهزوما في بلد النبي إبراهيم. لن تكون زيارة البابا فرانسيس التي ستستغرق 4 أيام لن تكون زيارة دينية، فليس في العراق ما يزار من المعالم التاريخية المسيحية. فاروق يوسف يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الزيارة ستكون بمثابة وعد رمزي متأخر، فمسيحيو العراق في حالة يأس شديد. لقد تناقصت أعدادهم تدريجيا من 1.5 مليون نسمة إلى 250 ألفا، وليس هناك من أمل في أن يبقى ذلك الرقم عند هذا المستوى. العراق الذي سيزوره البابا
هو بلد طارد لأكثر أبنائه أصالة وعراقة وانتماء، وهم المسيحيون الذين سينظرون إليه بعين دامعة، لا من شدة الشوق والورع بل إشفاقا على أنفسهم. لقد بدأ مسلسل تهجيرهم منذ أن سقطت الدولة العراقية عام 2003، وصاروا تحت رحمة ميليشيات متعددة الاتجاهات ومختلفة فيما بينها، غير أنها اتفقت على كراهيتهم ونبذهم وتكفيرهم. سيكون البابا فرانسيس زائرا غريبا ومقهورا بل ومهزوما في بلد النبي إبراهيم. قيل أنه سيزور الموصل، فهل ستكون زيارته من أجل أن يرى بعينيه حجم الكارثة التي عاشها المسيحيون بعد أن هدمت كنائسهم وأديرتهم ونهبت ممتلكاتهم وأحرقت بيوتهم وتعرضوا للقتل على الهوية؟ لن يعفي العراقيين من الخطيئة إلقاء اللوم على داعش، لا لأن داعش ليس غريبا عنهم فحسب، بل وأيضا لأن من طرد داعش كان بقسوة ذلك التنظيم على أهل الموصل والمسيحيين منهم إن لم يكن أقسى. ولكن ألا يفكر البابا في الذهاب إلى موطن النبي إبراهيم، مدينة أور التي تحاذي الناصرية وهي المدينة الملتهبة باحتجاجات المحرومين والفقراء؟ سيرى الفضيحة مجسدة بطريقة مختلفة. ذلك شعب يتعرض للهلاك والقتل العمد بغض النظر عن دينه أو عرقه أو مذهبه أو ما يصرخ به. ويختتم الكاتب بالقول: إن زيارة البابا للعراق حدث استثنائي لا يتكرر، ليت البابا يستغله ليقول الحقيقة، حقيقة ما حدث وحقيقة ما سيراه وحقيقة ما يفكر فيه، وأن كل كلمة سيقولها البابا ستكون أقل من صدمته في بلاد تخون نفسها كل لحظة. حذرت صحيفة الاندبندنت البريطانية من أن لبنان بات الآن على حافة الانهيار بعد 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت. وقالت الصحيفة في تقرير للكاتبة ليبيل ترو إن البلاد تتجه نحو الانهيار التام، بينما ترزح تحت وطأة أزمة ثلاثية الأطراف في أعقاب الانفجار الذي ترك مساحات شاسعة من العاصمة تحت الأنقاض، وزيادة غير مسبوقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانهيار مالي دفع أكثر من نصف اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر. الكاتبة تشير إلى أن اقتصاد لبنان يرتبط ارتباطا وثيقا باقتصاد سوريا المجاورة التي مزقتها الحرب، والتي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي اللبناني. وتضيف الكاتبة أن اضطرار الحكومة المؤقتة في البلاد إلى فرض حظر تجول لمدة 3.5 أسابيع على مدار الساعة، وهو أحد أصعب عمليات الإغلاق في العالم لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا، لكن غياب برامج الدعم المالي القوية أثار مظاهرات جوع في جميع أنحاء البلاد وفي أفقر مدينة في لبنان طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين المحتجين وقوات الأمن. وترى الكاتبة أنه على الرغم من إتمام إصلاحات جزئية فقط في بيروت بعد الانفجار، تكافح الحكومة وسط نقص العملة الأجنبية اللازمة لشراء الإمدادات، كما أصبح المستشفى الآن مرفقاً رئيسياً لعلاج مصابي فيروس كورونا واكتظ بهم. وترى الكاتبة أن الغضب من عدم وجود إجابات ورد الفعل السيء للحكومة في عقاب انفجار مرفأ بيروت الذي شهد قيام المواطنين بعملية التطهير أديا إلى احتجاجات على مستوى البلاد العام الماضي أسفرت عن استقالة الحكومة بأكملها. الكاتبة تشير إلى أن التحقيق في الانفجار تعثر منذ 17 من ديسمبر كانون الأول الماضي، ولا زالت الأحزاب اللبنانية الحاكمة غير قادرة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ترك البلاد في مأزق سياسي وعرقل إيصال المساعدات الخارجية. في صحيفة الشرق الأوسط كتب إلياس حرفوش عن الحكم الذي أصدرته محكمة كوبلينز الألمانية بحق إياد الغريب، إحدى أدوات التعذيب والقتل التي كان يستخدمها النظام السوري ضد معارضيه. الكاتب يرى أن العدالة لا تعيد الحياة لضحايا النظام ولا تخفف الآلام التي عانى منها من تعرض للتعذيب، لكنها تفتح نافذة للأمل مهما كانت صغيرة في أن الجرائم لن تتكرر، وأن المسؤولين عن ارتكابها لن يقطفوا ثمار ما ارتكبوه. علق وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس على الحكم الذي صدر بسجن إياد الغريب 4 سنوات ونصف السنة بالقول
إنه رسالة للنظام السوري بأن ما ارتكبه لن يبقى من دون عقاب، رسالة لهذا النظام. من السهل أن ينجرف المرء إلى آمال بعيدة بناء على ما يقوله الوزير، لكن السنوات العشر الماضية من عمر الثورة السورية علمتنا أن الإغراق في التفاؤل بشأن ما يؤول إليه انتقاد ممارسات النظام السوري ليس دائما في محله، فكل الرهانات على عدم قدرة هذا النظام على البقاء في الحكم فوق دماء ما لا يقل عن نصف مليون سوري وملايين المهجرين والمشردين ظهر أنها لم تكن مستندة إلى واقع. رغم ذلك يسجل لألمانيا ولمحكمتها أنها تجرأت على ما لم يفعله آخرون، معتمدة على مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح ملاحقة مذنبين بارتكاب جرائم وقعت خارج حدود ألمانيا. انطلقت المحكمة الألمانية من أن هناك قيمة للمواطن السوري وأن هناك ثمنا يجب أن يدفعه من ارتكب الجرائم بحقه، ومع أن الحكم على إياد الغريب لا يتفق مع حجم ما ارتكبه فإنه يفتح بابا لمحاكمات لاحقة سيكون الغريب شاهدا فيها. ويختتم الكاتب بالقول إن المتفائلين بحكم المحكمة الألمانية يحبون أن ينظروا إلى عقاب إياد الغريب على أنه عقاب للنظام السوري، وهو تفاؤل ليس في محله، إذ فيما يقبع ذلك المجرم في السجن الألماني لا يزال بشار الأسد حرا طليقا وحاكما لسوريا. طورت شركة أمريكية ناشئة تقنية مبتكرة جديدة لرباطات الركبة معتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر ما يدعى نيفيكس برو، التي ستغير طريقة تخليص المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهابات الأوتار وبقية أمراض الركبة من آلامهم. وأفاد الموقع أن أكمام تدعيم الركبة قام بتطوير تلك العينة وتحمل الاسم نفسه، وكان يعاني شخصيا من آلام مزمنة في الركبة. وقال المؤسس: كنت أعاني من مشاكل في الغضروف والتهابات في الأوتار، وساءت حالتي لدرجة أنني لم أعد قادرا على الوقوف لأكثر من نصف ساعة كل مرة. ويضيف أنه بالتعاون مع متخصصي العظام نجح في تطوير حل بسيط وغير مكلف. نختتم حلقتنا بالكاريكاتير. ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.